Hi everyone, how are you? I talked in a previous lesson about contractile cells and characteristics of the contractile cells. In compare with autorhythmic cells, okay? Present lesson, محاضرة اليوم هذه المحاضرة راح تتكلم عن skeletal action potential vs contractile myocardial action potential. الاكشن بوتنشال فرق الجهد او الجهد الكامن للعضلات الهيكلية بالمقابل أو مقارنة بالعضلات القلبية. Question: What is the difference? Questions: حتى نفهم المقارنة أو ليش وضعنا هذه المقارنة. Why? Why compare between the action potential of the skeletal muscle and the contractile myocardial action potential? حتى نفهمها راح نضع هذا السؤال. Why the myocardial muscle or cardiac muscle not have fatigue? لماذا العضلة القلبية لا تتعب أو لا تمر بمرحلة التعب في حين العضلات الهيكلية بلحظة من التقلص أو بفترة معينة من التقلص نلاحظ تصل إلى مرحلة التعب وراح نشرحها. The cardiac muscle in the figure, the cardiac muscle have refractory period, have refractory long refractory period. نشوف هذه باللون اللي هو الوردي الفاتح أو البرتقالي. Have long refractory period. بالمقابل نشوف العضلات in difference with the skeletal muscle in the figure, in the opposite figures, figure A, the refractory period short, very short. In the skeletal muscles have fast twitch fiber. Have fast twitch fibers because of the short of refractory period. بسبب لها أو العضلات الهيكلية الألياف مالتها تكون سريعة الشد أو سريعة التوتر. هذا كله بسبب الrefractory period. بسبب أو because the cardiac muscles have refractory period, long refractory period, no half tightness. ليش بسبب وجود هذه الفترة الطويلة العضلات القلبية ورح نشرحها discussion العضلات القلبية لا تتعرض للتشنج no tetanus. العضلات القلبية لا تتعرض للتتنس اللي هو التشنج العضلات. البلاتو حتى يكون هنا بالرسم رجعنا الرسم اللي هو كان سي هنا رجعنا الرسم حتى نشرحها بالتفصيل discussion in detail.
The refractory period, long refractory period. What the reason? The cardiac muscle have long refractory period. The long refractory period because of plateau. بسبب وجود البلاتو. بسبب وجود هذا التقعر. اللي احنا نسميه بلاتو راح تزيد فترة الريفاكتوري بيريد. ما هو الريفاكتوري بيريد؟ What is the refractory period? Refractory period period immediately following simulation during which a nerve or muscle is unresponsive to further simulation. بالمعنى انه هي الفترة هي الريفاكتوري بيريد هي الفترة التي تلي التحفيز الاخر من يصير عندنا بلس او سيجنال بالعضلات او من العصب هي الفترة التي تلي التحفيز بشكل مباشر بهذه الفترة الريفاكتوري بيريود بسبب وجود البلاتو راح العضلات لا تستجيب للإعاز الثاني العضلات not response in responsive to further simulation لا تستجيب لتحفيز آخر بعكس ما موجود بالسكيلتال مصل العضلات تستجيب إلى التحفيز المستمر ليش؟ لأن نحتاجها إلى عمليات الشد لكن شنو الشد المؤقت؟ التويتج الشورت تويتج يعني حمل الأشياء مثلا بس بشكل مؤقت لهذا تصل العضلات الهيكلية إلى مرحلة تسمى بالفتيك اللي هو مرحلة الإعياء نسمي إحنا في حين الكاردياك مصل لا تتعرض لهذا النوع من التحفيز المستمر ونشوفه بالرسم الآخر بالجهة المقابلة إن أبزت اللي هو الدي نشوف long refractory period بالكاردياك مصلز تنطينا الفترة الأخرى أيضا مطولة هذا كله بسبب وجود البلاتو البلاتو هو الذي يحرف مسار الإشارة ويجعلها يشوفون نانا يحرف مسار الإشارة ويجعلها تطول أكثر في حين في العضلات الهيكلية راح نشوف مسار الإشارة مؤقت وسريع وقصير لهذا كانت العضلات الهيكلية السكيلتال عفوا سكيلتال مصل have fast twitch fibers and have tetanus plateau phase حتى نرجع للكلام مالتي plateau phase prevents summation اللي حكيت عليها due to the elongated refractory period البلاتو عملية تجميع الإشارة أو اصطفاف الإشارة نسميه ماكو سميشن هنا في حين هنا الإشارة قصيرة تضطر إلى إرجاع الإشارة أو إلى التحفيز المستمر simulation بشكل responsive to simulation continuous في حين بالكاردياك مصر بسبب وجود البلاتو واللونج ريفراكتوري بيريود راح يصير عندنا ان ريسبونسيف كل ما يطول الريفراكتوري كل ما يصير ان ريسبونسيف عدم استجابه للايعاز المستمر نو سميشن كاباسيتي نو تتنص ما عندنا تشنج
In this table, show summary of action potentials فرد مختصر عن الأفعال أو فعل الجهد أو جهد الفعل عفواً بالskeletal muscles and cardiac muscles. But the cardiac muscles in previous lessons, cardiac muscles have two type. Cardiac normal cardiac muscles. للفايبرز الاعتيادي للعضلات القلبية and autorhythmic cardiac muscles أو myocardium ال pacemaker. إذن مقارنة comparison with three types of the muscle fibers. Membrane potential phase one. Skeletal muscle phase one. Membrane potential of skeletal muscle. Contractile myocardium, autorhythmic myocardium, pacemaker. Autorhythmic myocardium, نرجع نأكد إنه pacemaker. Contractile myocardium, the normal cardiac muscles. Skeletal muscles, العضلات الهيكلية. Membrane potential, in the skeletal muscles, the action potential very stable at minus 70 millivolt. In the contractile normal cardiac muscle, خلنا نسميه contractile myocardium, stable at minus 90 millivolt. عكس هذا كله, an opposite. Autorhythmic myocardium, pacemaker, in all stable, in all time. Unstable pacemaker potential. ليش دائما تكون غير مستقرة؟ ليش؟ لأن احنا اللي اتكلمنا بالمحاضرة السابقة انه العضلة pacemaker فعلا هي autorhythmic, لكن قلنا انه بالإمكان السيطرة, بالإمكان السيطرة عليها. Control under the control by the peripheral or central nervous system. Control by central nervous system. بإمكان السيطرة عليه من الجهاز العصبي المركزي, بالإمكان زيادة التحفيز وبالتالي زيادة تقلص العضلات القلبية أو عملية عكسية. قلنا بالجهاز الودي واللاودي, sympathetic والparasympathetic. إذن الـ unstable pacemaker potential دائما, لكن احنا متفقين احنا usually start at minus 60, وقلنا الـ thresholds كانت minus 40, نبدي بيها بالـ minus 40, لكن start at minus 60 يعني عملية الانطلاق الإشارة. Events leading to threshold potential, الحوادث التي مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة, الثريشولدز هي حد العتبة لانطلاق الإشارة, التجميع الكامل حتى يصير عملية الانطلاق أو إشارة نسميها شعلة القدح. إذن الـ events leading to threshold potential, net NA يعني صافي الصوديوم entry through ACH operated channels. بالcontractile myocardium, in the contractile myocardium, depolarization enters via gap junction. Enter via gap junction. راح تقريبا نوضحها بطريقة عن طريق المخطط. Net NA entry through IF. شرحناها هذه. Channels reinforced by وتعزز, شرحناها بالمحاضرة السابقة, وتعزز assessed by CA entry, ويضاف إلها اللي هو عملية دخول الكالسيوم الإضافي حتى يعطينا تعزيز أكثر. حتى الديبولاريزيشن انتر فيا جاب جونكشن شرحناها بالمحاضرة السابقة.
Phase 3 Rising Phases of Action Potential. شلون نقدر ندفع الإشارة بشكل يعني بالفرض means that when skeletal muscles action potential stable at minus 70 millivolt can maybe increased or can increased by increased the NA entry. Also in contractile myocardium, in normal myocardial muscle أو normal cardiac muscle أفضل NA entry أيضا نزيد الإشارة مثلا minus means stable at minus 90 millivolt but may can increase this impulse of action potentials by NA entry increased NA entry زيادة أو add NA entry أو add NA بالأوتوريثميك مايوكارديوم تحدثنا عنها الإضافي يحصل بالكالسيوم بدخول الكالسيوم هنا كله كان ديبولاريزيشن زوال الاستقطاب هنا نريد نرجع الاستقطاب من جديد حتى نقطع الإشارة نقطع الأكشن بوتنشيال ديبولاريزيشن فيز مرحلة إعادة الاستقطاب تكون سريعة جدا رابد كوز باي كي افلكس تحدثنا عنها نرجع نفتح البوابات نرجع البوتاسيوم الى موقع الاصلي حتى نسوي ريبولاريزيشن حتى نقطع التتنس بالعضلات راح اكستندد بلاتو كوزد باي شون صار عندنا البلاتو اللي تحدثنا عنه شون صار هذا البلاتو البلاتو صار بسبب زيادة شوف caused by CA entry بسبب دخول الكالسيوم بشكل زائد أو زيادة دخول الكالسيوم rapid phase caused by K efflux إذن البلاتو يحصل بالريبولاريزيشن ما ننسى ليش صار عندنا بلاتو صار عندنا ريبولاريزيشن وهذا الريبولاريزيشن صار بالعضلات القلبية بسبب وجود البلاتو البلاتو اللي سوانا لونج ريفراكتر بيريود حتى ما يصير عندنا نوتتنس ماكو تشنج بالعضلات القلبية بسبب وجود البلاتو بسبب زيادة دخول الكالسيوم increased CA entry rapid phase caused by associated with أو assessed by efflux of potassium also autoarrhythmic myocardium repolarized أو repolarization by rapid caused by potassium efflux in the other hands how can hyperpolarization or how can hyperpolarization do what can do hyperpolarization hyperpolarization can do by excessive of potassium efflux عند رجوع البوتاسيوم بالريبولاريزيشن مثل ما حكينا بالفيز اللي قبله in the previous phase potassium efflux at high potassium permeability تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة when potassium channels close إذن what the benefit of hyperpolarization what the benefit of hyper ما هي فائدة الhyperpolarization hyperpolarization الفائدة من عنده هي زيادة سرعة عودة الاستقطاب حتى نضمن
تكوين فرق الجهد للحركة المقبلة أو للفيز الآتي. إذن حتى نسوي ريبولاريزيشن سريع مثل ما صار عندنا بالريبولاريزيشن بالبلاتو مثلا، اهم شيء عندنا طبعا احنا بالعضله القلبيه هو البلاتو. البلاتو ما دام هذا البلاتو موجود بالعضله القلبيه او احنا نحتاجه بالعضله القلبيه كاردياك موسلز، قلنا يزيد الريفراكتوري بيريود. حتى نسوي هذا البلاتو لازم عندنا هايبر بولاريزيشن، زيادة عودة الاستقطاب، او يصير عندنا عودة الاستقطاب بشكل كثيف. هذا من يجانا احنا الريبولاريزيشن اصلا رجعناه بالبوتاسيوم بالنسبة للسكيلتال مصل. اذا السكيلتال مصل نسوي له هايبر ريبولاريزيشن بزيادة دخول او ارجاع البوتاسيوم الى مكانه. بعد عندنا الاضافة اللي مرة تكلمنا عنها، in the first listen in the first listen repolarization او depolarization ايضا زيادة او دعم تكوين الاشارة او الاكشن بوتنشال يأتي من leak of potassium and Na restores potential to resting state اللي هي resting state طبعا هي hyper polarization. يعني الفكرة شنو هنا من هذه العبارة، انه عندنا قنوات اذا تذكرون تحدثنا عنها، اكو قنوات جانبية هي مو بوابات يسموها leak channels known as leak channels. هذه البوابات اللي هي additional signals to the stable signals. على سبيل المثال عندنا بالسكيلتال موسل stable signals هي minus 70. حتى نزيدها اكثر قوة او نعززها، طبعا هي بالبداية ما تجي ما تكون minus 70 صافي، ما تجي نيت، لكن حتى نسوي لها زيادة نخليها stable بالضبط minus 70 leak channels تلعب دور، اللي هي ما تحتوي عبارة عن قنوات للتسريب تعمل على تسريب البوتاسيوم والصوديوم. كل هذا شي يسوي restores potential، يودي الى اللي يدفع pushing to resting state الى حالة الراحة، يسموه جهد الراحة اللي هو resting potential. بالكاردياك او الكونتركتال نورمال كاردياك مسل او الكونتركتال مايوكارديوم هايبر بولاريزيشن يكاد يكون معدما، نون هايبر بولاريزيشن، لان احنا نحتاج الى مثل ما تكلمنا قبل شوي احنا عندنا الاكستندد بلاتو حتى يصير عندنا refractory period. إذن هنا يكون نون تقريبا مدم لكن موجود، كل action potential موجود به hyper polarization، لكن هنا يكون مدم resting potential is minus 90 minus 90 هنا مثل ما يكون stable وهو resting potential يعني خلينا نقول تلقى. اذا يساهم عملية الهايبر بولاريزيشن هو تقريبا معدوم او موجود، نون هايبر بولاريزيشن ريستينج بوتنشال از ماينس 90 ملي فولت، ذا اكويليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم.
إذن عملية التوازن هنا دائما هو يدخل البوتاسيوم في عملية التوازن، توازن الإشارة بسبب وجود الليك شانلز. نورمالي نون بالأوتوريثميك اللي هي البيس ميكر، والريبولاريزيشن حتى من ريبولاريزيشن ماينس 60 ميلي فولت the ALF channels open again. مو حتى يصير عندنا هنا عملية التناقل. ليش؟ لأنه احنا بالفيز الأول ايش قلنا؟ قلنا الانستابل بيس ميكر وتستارت ات ماينس 60. فهنا الفكرة وين صارت؟ صارت انه عملية هذه الالف channels open again، ما عندنا وين ريبولاريزيشن هيت مباشرة، يصير عملية عودة ديبولاريزيشن، لأن هذا الأوتوريثميك مايوكارديوم اللي كاردياك مصل موديفيكيشن أو موديفايد عفواً كاردياك مصل تكون مستمرة بعملية النبض باستمرار. حتى يكون عندنا هذا النبض مستمر يجب أن يكون بعد عودة الريبولاريزيشن مباشرة يصير عندنا عملية تكوين ال هيتس، يعني يصعد عندنا مرة ثانية ال يعني ما عندنا ريستينج تقريبا، الريستينج بوتنشيال متساوي مع الجهد اللي هو ماينس 60 اللي نحتاجه بالبداية قبل الثري شولتز، لأن احنا قلنا بالمحاضرة السابقة ماينس 40 هو الثري شولتز. الـ ACH كان hyperpolarization the cell، كان بإمكان الـ ACH البوابة اللي هي الـ ACH بالإمكان تسوينا hyperpolarization، لكن إحنا بالـ hyperpolarization هنا عند عند الحاجة نسميه صير عملية استعداد لتكوين الـ hyperpolarization. بالحالة الاعتيادية ماكو هيت مباشر، نخلص ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن، دي ما عندنا لا بلاتو ولا فترة تراء ولا إيش، نو ريستينج. الديوريشن أوف أكشن بوتنشيال إش قد هذا فترة الجهد يستمر، إش قد شورت كلش قصير from 1 to 2 ملي سكند because of a found plateau the duration of action potential refractory minutes period extend to 0.0200 milliseconds. بالطبيعي duration normal duration of action potential بالأوتوريثميك مايوكارديال variable generally يعني يكون متغير، ما يكون عندنا ثابت وما بي لا بلاتو ولا هو قصير، ماكو refractory period generally 150 milliseconds 150 milliseconds 150 milliseconds. Refractory period period متفقين بالskeletal muscles short. ليش؟ لأنه ال fibers fast twitch generally brief long. متفقين بالعضلات القلبية الاعتيادية normal cardiac long because resting of تحدثنا عنها، ما نتحدث عنها بعد. بالأوتوريثميك نرجع له مثل ما تحدثنا قبل شوية، ليش اكو هيت للماينس 60 مباشرة بدون منمر لا بلاتو ولا بيريد ما نحتاجه نون، ليش؟ لان عندنا هيت مباشرة نريد سيكول. How contraction can occur؟ كيف تحدث
عملية التقلص أو ميكانيكية التقلص في داخل الخلية. كيف تحدث ميكانيكية التقلص داخل الخلية؟ First initiation action potential via pacemaker cell to conduction fibers. البدء عملية البدء متفقين انه الاكشن بوتنشال خلال البيسميكر سيل ينتقل خلال الياف التوصيل اللي توصل قلنا خلال حزمة هيس او بركنجي فايبرز ايضا خلال دني الحزم اللي يوصلا من الاي في نود او المتصلات بالاي في نود. اذا من البيسميكر للاي في نود من الاس اي نود للاي في نود راح يصير عندنا عملية كوبلينج. هذا الكوبلينج شلون يصير؟ شلون تصير هاي عملية انتقال الإشارة؟ citation contraction coupling نسميها هاي الفكرة اللي راح تصير عملية انتقال من pacemaker الـ SA node إلى الـ AV node. starts with CICR اللي هي calcium induced calcium release. يعني الكالسيوم نفسه يدخل يسوي تحفيز لإفراز الكالسيوم من جديد. شنو اللي راح يصير؟ What can occur? AB spreads along sarcolemma. ومتفقين احنا sarcolemma شنو هو sarcolemma؟ اللي هو الغشاء الذي يغلف العضلة. sarcolemma الغلاف الذي او الغشاء او شو يسموه احنا السيل ممبرين. بالخلايا الاعتياديه نسميه سيل ممبرين. بالالياف العضليه الخلايا العضليه نسميه ساركوليما. شرحنا بالدروس ديسكشن ذا فايبرز مسل فايبرز هاف تي تيوبولز. This T-tubules contain voltage-gated L-type calcium channels which open upon depolarization. هذه العضلة تحتوي على T-tubules والتي تحتوي على بوابات من نوع L اللي هي تابعة للكالسيوم اللي هي هاي. هذه بها. هذه البوابات اللي هي من نوع L. Calcium can enter the cell from this type of gated. Yeah, all type. This gated open, شوف هاي البوابة. هاي البوابة تفتح بالdepolarization. إذا انتبهتوا عندنا بالجدول. تكلمنا عنه انه بالdepolarization ايش راح يصير. بالdepolarization أثناء الديبولاريزيشن راح تفتح هذه البوابة. الكالسيوم انترنس انتو مايوكارديال سيل فروم ساركوليما من الغشاء البلازمي للعضلات. And open RYR رينودين ريسبترز اللي هو هذا ويا. من يفتح هذا الرينودين ريسبترز يحفز CICR يحفز اللي هو الكالسيوم ريليز. اجى الكالسيوم من الساركوليما دخل انترنس الى ال RYR راح يحفز خروج الكالسيوم مرة اخرى الى السيتوبلازم CA release channels اللي هي RYR. release of CA very important. Release of CA from SR cause calcium spark. نسميها شرارة الكالسيوم. بالضبط مثل ما يحدث بالمحرك مال السيارة. Multiple sparks from calcium signals. عدة شرارات من الكالسيوم.
شي سوينا؟ سوينا excitation, contraction, cobbling. زين. كالسيوم signals, الإشارة مع الكالسيوم صارت عندي من السبارك. كالسيوم from SR and ECF. نعم. نرجع. صار عندنا السبارك هنا. راح يدخل الكالسيوم اللي اجانا من هنا من هذه الاضافه. ايش راح يصير؟ الكالسيوم بين تو تروبونين تو انيشيت مايوسين هيد اتاتشمنت تو اكتين. اذا متفقين شرحتها مره بمحاضره انه الكالسيوم يرتبط مع التروبونين ويبتدئ عمليه الارتباط مع المايوسين حتى يعمل على تكوين السلايدنج ثيوري اللي هي نظريه ايش نسميها نظريه السلايدنج ثيوري. ما يحتاج ترجمه بالعربي. نجي الى الكونتراكشن. بالضبط ما يحدث بالعضلات الهيكليه يحدث بالعضلات القلبيه. ليش؟ لانه قلنا دي كاردياك ماسلز يعني like this skeletal muscle, cardiac muscles. يعني بعض الأمور بعض الجزئيات تشبهها, مو كل الأمور تشبهها, لكن بعض الأمور خلينا نقول 90% تشبه skeletal muscle. شلون تشبه العضلات القلبية؟ تشبهها لكن strength of contraction vary. اللي طبعا هذا strength of contraction vary تكلمنا عنها بشكل جزئي قبل قليل بنفس المحاضرة. قلنا contraction, تكلمنا عن contraction same as skeletal muscles, يشبه skeletal muscles, لكن but strength of contraction vary, قوة هذا التقلص تختلف لدواعي معينة. Sarcomere are not all or none as it is in skeletal muscle. Sarcomeres اللي هي هذه الوحدات اللي تعمل على التقلص التروبونين مايوسين, مجموعة الأكتين والمايوسين, البروتينات اللي تسوينا السلايدنج ثيوري, نظرية السلايدنج, هذه السيركومير نسميها are not all or none, all or none as it is in skeletal muscle. تشبه بالضبط skeletal muscle. The response is graded. It's graded. دائما العملية الاستجابة متدرجة حتى يصير عندنا مشاكل بالألياف العضلية. Low levels, شنو الفكرة؟ Low levels of cytosolic CA will not activate as many myosin actin interaction and the opposite is true. يعني نسبة قليلة أو مستوى قليل جدا من الكالسيوم لا يعمل على تفعيل الأكتين مايوسين الساركوميرات هي المايوسين أكتين, ما يسوي تفاعل إذا كانت نسبته قليلة. ليش؟ لأن سبارك ماكو اللي حكينا عليها قبل شوية. لازم أكو سبارك, لازم أكو. وقلنا كل ما يزود السبارك كل ما يزود الكالسيوم سبارك كل ما يزود عندنا عملية. إذن والعكس the opposite is true, والعكس صحيح. يعني إذا كان عندنا كمية من الكالسيوم السبارك مزداد عندنا السبارك, increase the calcium spark, وبالتالي يصير عندنا myosin increase the myosin actin in interaction. Link tension relationship exists. شنو يعني؟ هسه راح نشوف. Link tension relationship يعني حسب هذا النال physiological range. شنو اللي عملية الانيشيال بالساركومير length تعتمد على 100% maximum. يعني شلون؟ يعني خلينا نقول باللغة بعدين نرجع نترجم. Strongest contraction generated when stretched between 80 and 100%
of maximum physiological range. What meaning the phrases? This phrase is what meaning? This phrase is meaning that strongest of contraction, يعني قوة التقلص ليست فقط تتأتى من الكالسيوم, ليست فقط not only by calcium spark signals, but only stretching of the fibers, stretchings of the muscle fibers, examples in the heart, can cause additional or increase the strength, or additional strength of the contraction. What causes stretching? ما الذي يسبب هذه عملية هذا التمدد والذي يزيد من عملية التقلص أو الانبساط؟ The filling of chambers with blood. ملئ هذا مثل بالون, ملئ هذا التنابر للقلب بالدم, راح يسبب لنا هذه الحالة اللي هي حالة زيادة التقلص بسبب اللي تحدثنا عنه سابقا. We talk about contraction coupling, يعني عملية التقلص, من شنو اللي يشبه العضلات الهيكلية وشون صير عملية التقلص, وشفناها بالمخطط انه الكالسيوم يدخل entrance to the from the sarcolemma by T tubules, بعدين يسوي لنا increased اللي يسوي لنا ال CI اللي حكينا عليها نرجع لها ال CICR اللي هي الانديوس كالسيوم ريليزينج, يعني الكالسيوم يزيد من عملية افراز الكالسيوم. هذا كله صار عندنا كونتراكشن, وبالتالي يرتبط الكالسيوم الاضافي اللي طلع لنا من الاس ار, وارتبط مع التروبونين, صار عندنا اكتين مايوسين كوبلينج او اسوشيتد, ومن ثم صار عندنا سلايدنج ثيوري. Opposite the contraction, the relaxation, عملية انبساط العضلة. How can relaxation occur? Relaxation occur when calcium is transported back into the SR, يعني الكالسيوم اللي اجانا قبل قليل بالمخطط كان طالع من الSR, من السيركوبلازميك ريتيكولم. قلنا ليس منها ساركوبلازميك ريتيكولم, هي اندوبلازميك ريتيكولم, اي شيء عضلي باللغه اليونانيه او اللاتينيه ساركو يعني عضلي, فنسميه ساركو, ساركوليما, ساركوبلازميك. اما اذا يرجع الكالسيوم باك, ترانسبورتد باك فروم ذا تروبونين, ينفصل من التروبونين, تنفصل الاكتين والمايوسين, ومن ثم يرجع الكالسيوم بهذا الاتجاه الى الساركوبلازميك ريتيكولم. الكالسيوم اللي اجى سوانا CICR سوانا افراز الكالسيوم اللي جانا من برا عن طريق الساركوليما, او دخل سوانا CA افراز للCA من الSR, هذا الاضافي المجموعة اللي زودنا السبارك راح يخرج مرة أخرى عن طريق الـ CX. When ICF يعني يقصد داخل خلوي, as ICF calcium level drop اللي حكينا عليه قبل شوية, إذا كان low level interaction between myosin actor stop. ليش؟ لأن انفصل الكالسيوم من التروبونين طلع. ساركومير لينكثنز, يعني الساركومير هنا انا شوفوا ان انا تباعدت الساركومير, هاي الساركومير هاي قطع العضلات سميها شو هنا صار ريلاكسيشن. ليش؟ لان تباعدت الساركوميرات الاكتين والمايوسين, صار عندنا ساركومير لينكث
صار عندنا ريلاك سي. Here we come to the end of the lecture. Thank you very much for listening.